أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج موصليات. هذه الحلقة سوف تكون عن موضوع مختلف عن المواضيع السابقة التي اقتصرنا فيها الحديث عن مدينة الموصل. اليوم نتحدث عن مدينة حبيبة إلى قلوبنا جميعا، ولها مكانتها في الذاكرة الموصلية وفي التاريخ القديم والوسيط والحديث. إنها مدينة تلعفر، هذه المدينة التي هي الآن قضاء تابع لمحافظة نينوى، وكانت من قبل ناحية، وذلك عبر تاريخها الطويل الذي يمتد إلى سنوات بعيدة. مدينة تلعفر، وكلمة تلعفر أو تل الأعفر أو تل أعفر، وتل أعفر معناه تل التراب الذي يميل إلى السمرة. وكثير من البلدانيين والجغرافيين العرب والرحالة الأجانب والرحالة أيضا المسلمين الذين مروا بهذه المدينة تحدثوا عن مدينة تلعفر. مدينة تلعفر لها تاريخ طويل، وهي من المدن التي يمتد تاريخها إلى قرابة 7000 سنة. مدينة تلعفر كانت موضوعا لكثير من الكتب والدراسات والبحوث، ولا بد لي أن أشير إلى أن هناك من كتب عن تاريخ تلعفر، وأذكر بكتاب المرحوم السيد محمد يونس السيد عبد الله السيد وهب، عندما كتب كتابه تاريخ تلعفر قديما وحديثا، وكذلك ما كتبه الأستاذ قحطان أحمد عبوش الحمداني في كتابه عن ثورة تلعفر وأهميتها في ثورة 20، وما كتبه أيضا الأستاذ جعفر تلعفري في كتابه موجز تاريخ تلعفر، وما كتبه أيضا الأستاذ علي الشيخ إبراهيم التلعفري، وأيضا ما كتبته الأخت يمامة صالح إسماعيل العبيدي في رسالتها للماجستير عن تلعفر في العهد الملكي 1921-1958. في كل هذه الكتب، وهناك الكثير أيضا من الانسيكلوبيديات والمصادر المتعلقة بتاريخ تلعفر، كلها تشير إلى أن تلعفر تحتل موقعا استراتيجيا بين العراق وسوريا. تلعفر كما قلنا تحتل موقعا استراتيجيا بين العراق وسوريا، وهي لا تبعد كثيرا عن الموصل، تقريبا تبعد عن الموصل قرابة 70 كيلومتر، لكنها أيضا قريبة من الحدود السورية العراقية، يعني تقريبا حوالي 100 كيلومتر، وأيضا هي قريبة للحدود أيضا العراقية التركية. ولهذا مدينة تلعفر وخلال العهد العثماني كانت نقطة بداية ما سمي في حينه بالخط السلطاني، وهو الخط الذي كان يعني موجودا ويمتد من
تلعفر وكركوك ومندلي، وانتهاء بهذه المناطق التي كانت فيها حاميات تركية. وكان العثمانيون يدركون أهمية تلعفر وأهمية دورها وأهمية قلعتها المنيعة التي هي قلعة آشورية. وللأسف جزء كبير من هذه القلعة تعرض للتدمير والتخريب خلال سيطرة الظلاميين عليها وخلال معارك تحرير الموصل وعودتها إلى حضن العراق العظيم. خلال عهد الاحتلال البريطاني، تلعفر كانت أيضا مركزا من مراكز الثورة والمقاومة للبريطانيين، ولهذا التقت فيها القوات العربية والتي كان يقودها عدد من الضباط العراقيين الذين كانوا موجودين فيما يسمى بالجيش العربي الذي أسسه الشريف حسين ومن ثم ولده الملك فيصل. هذه القوة التي تحركت من الأراضي السورية نحو تلعفر بقصد تحرير الموصل من السيطرة البريطانية. وفي 4 حزيران 1920 وصلت هذه القوة إلى تلعفر، وتعاون معها رؤساء العشائر في تلعفر وهم من نسيج مختلف، منهم العرب ومنهم التركمان ومنهم الجرجرية ومنهم اليزيدية وكل الفئات التي يتألف منها المجتمع العراقي، وتمكنوا من إسقاط قلعة تلعفر التي كان يسيطر عليها الإنجليز، وتمكنوا من قتل 2 من القادة الإنجليز وهم الكابتن ستيوارت والميجر بارلو. لكن هذا كان في 4 حزيران 1920، ومن 4 حزيران 1920 انطلقت الثورة العراقية الكبرى التي اتسعت لتشمل العراق كله وبلغت ذروتها في الرميثة في 30 حزيران 1920، وكانت ثورة عراقية أسهم فيها العراقيون جميعا بدون استثناء. هذه الثورة التي وجهت من قبل السلطات العسكرية البريطانية بمقاومة شديدة جدا، ففي تلعفر تمكنت الطائرات البريطانية من تهديم وتدمير القلعة، قلعة تلعفر، وإنهاء ما سمي آنذاك بالتمرد على السلطات البريطانية. ولهذا نلاحظ أن الكثير من العشائر العربية في تلعفر قد هربوا من أماكنهم وخرجوا من بيوتهم خوفا من القصف، ويسمى هذا في تاريخ تلعفر قاچقوج، أي اهرب اهرب قبل أو انهزم قبل أن يأتيك القصف الجوي. مدينة تلعفر وباختصار أنجبت الكثير من المثقفين من الأطباء والأساتذة والمؤرخين والأدباء والعسكريين، ولابد لي أن أذكر أستاذي الدكتور ياسين عبد الكريم المؤرخ المعروف، والأستاذ التربوي طه الحج الياس، واللواء سعيد حمو، والكثير الكثير من الرجالات الذين أنجبتهم تلعفر والتي كان لها ولا يزال دور كبير في تاريخ العراق الحديث. أكتفي بهذا وإلى حلقة أخرى من برنامج موصليات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.